السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم ميزة جميلة جدا في سناب شات. بالامس او اليوم تقريبا نزل اصدار جديد لسناب شات، فيه مميزات جميلة. انا شرحت هذه المميزات بالفيديو اللي قبل هذا، تقدرون تشوفونها، لكن في ميزة جميلة جدا انا ما شرحتها، اللي هي كيف تعرف منو يتابعك او ما يتابعك، اللي انت تتابعه وهو يتابعك او ما يتابعك. نروح للخاصية هذه، الخيار هذا، روح جهة اليمين كذا تطلع لك مجموعة خيارات. يقول لك هنا الأصدقاء، هنا الاشتراكات، هنا لك، لك طبعا زي ما تقول اكسبلور في انستغرام، يعني المشاهير أو غيرهم. الأصدقاء هنا اللي أنت تتابعهم هم يتابعونك، تنزل سناباتهم هنا. هنا الاشتراكات اللي أنت تتابعهم وهم ما يتابعونك، أي شخص ينزل سنابه هنا، سناباته هنا تنزل، هذا معناه هو ما يتابعك بس أنت تتابعه. هذا شرح اليوم، أتمنى شرح واضح وبسيط. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.